فرحان بزاف لان انتقل يعني النادي الكبير اللي هو نادي الزمالك، يعني اي لاعب يتمنى ينتقل للنادي، يعني نتمنى نكون بحسن الظن يعني الناس ديال اداره الزمالك والجمهور ديال اداره الزمالك ونقدم الاضافه اللي مطلوبه ان شاء الله. وكنبغي نشكر يعني جميع المكونات اللي كيصاروا على باش يقدموا واحد المستوى اللي هو مزيان في يعني في فريق الدفاع الحسني الجديد. يعني كنشكر على الجميع وكنشكرهم على المساندات اللي قدموا لي يعني طيله السنوات اللي تواجهت معهم فيها. يعني هاد السنوات هادو يعني ما غاديش ننساها بهاد المعنى هادي. يعني انا فرحان لان لعبت في واحد النادي اللي هو كبير اللي هو نادي الدفاع الحسني الجديد. يعني نتمنى هاد نشكر حميد حداد. كيف ما عرفناه حميد حداد كيعطي كل شيء بقلبه يعني وبالعقل ديالو، ملي كيكون في فريق كيعطي اللي عليه.